الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في العاصمة الكورية الجنوبية سول مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك جون، بحث الجانبان تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات الكورية في مصر، فضلا عن القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وشرق آسيا ومكافحة الإرهاب. كما تقدمت الرئيسة الكورية الجنوبية مأدبة غداء تكريما للرئيس السيسي والوفد المرافق له. وعقب المباحثات شهد الرئيسان توقيع 9 اتفاقيات ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفي مجالات التعليم العالي والعدل والصناعة والتجارة والسكك الحديدية وتطوير الموانئ. وتشمل المذكرة الموقعة الاتفاق الإطاري لتنظيم إتاحة القروض الكورية إلى مصر. كما بحث رئيس السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بسول مع رؤساء شركات EMG للهندسة والإنشاءات وأرست جلوبال للتوريدات ومجموعة لوتي للفنادق إمكانية استثمار هذه الشركات في مصر من إقامتها لعدد من الفنادق. تقرر إقامة جنازة عسكرية للمقدم مصطفى لطفي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة الذي استشهد إثر تلقيه رصاصة في مواجهة أمنية مع عدد من مرتكبي واقعة مذبحة أفراد الشرطة بالخنكة. كما لقي أحد المتهمين في واقعة ضباط الخنكة مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمنطقة الزرعات بشبين القناطر. تبنى مجلس وزراء العرب موقف مجلس الخليجي واعتبر حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا. وفي ختام اجتماعات الدورة 33 للمجلس أمس في العاصمة التونسية استنكر الوزراء الممارسات الإيرانية في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية. وإلى الشأن السوري، حيث أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير تفيد بخرق قوات الأسد للهدنة والتي بدأت السبت الماضي، وذلك بشن هجمات باستخدام الدبابات والمدفعية ضد مدنيين قرب اللاذقية وقرب حمص وحماة، فضلا عن احتمال استخدام الحكومة للأسلحة الكيماوية. وفي اليمن قتل 7 وأصيب 16 آخرون في مواجهة مع قوات الشرعية اليمنية في تعز، فيما قتل مدنيان وأصيب 8 آخرون في قصف عشوائي شنه الحوثيون وقوات صالح استهدف أحياء سكنية في تعز وقرى في الضباب وصبر والمعافر. أطلقت كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان صباح اليوم، ويأتي هذا بعد ساعات من تجديد مجلس الأمن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب أنشطتها العسكرية. The result of the voting is the following. The draft resolution. ورياضيا، يلتقي اليوم فريق الزمالك والإنتاج الحربي على استاد بتروسبورت في 7 مساء، وذلك في الجولة 20 من الدوري، ويدخل اللقاء برصيد 38 نقطة في المركز الثاني خلفا للأهلي، فيما يدخل الإنتاج الحربي برصيد 28 نقطة. كان الأهلي فاز على بتروجيت أمس بهدفين نظيفين. وإلى أخبار الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم بمقدار 10 درجات ليسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 22 والصغرى 13. مشاهدينا، انتهى الموجز الإخباري، ونعود مرة أخرى لبرنامج نهار جديد بعد الفاصل.